مرحبا بك. صباح الخير اختي جيهان. صباح الخير مستمعين كاملين. بارك الله فيك. شخبارك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. بارك الله. اول مشاركه لك في اللقاء ولا فايت؟ ثالث مشاركة. ما تحتيش معايا سناء ياك، ما كناش مع بعض في الطبق. مرحبا بك. أول مرة معك إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذا شوف هذا اللقاء المفتوح هي واحد الدار جمعنا كاملين، عرفتي بحال داك الجد والجدة والأميمة والأم والعمام والخوال والولاد وأجيال دي جينيراسيون كاينة هنا في اللقاء المفتوح. هذه هي الدار الكبيرة ديالنا. لا لا سناء مرحبا بك. كاينة معاكم النهار كامل صراحة. صباح الخير. مرحبا بك. مرحبا بك. بارك الله فيك. كاين شي حدا كاع؟ كاين شي كاين واحد الروز. اها كاين واحد الروز بالدجاج والشامبينيون. مصدر الدجاج والفطر او الشامبينيون. ايوا الشامبينيون كيجي كيجي زويون. قلت نشاركو معاكم. كيجي خفيف ولذيذ. كتصايبيه للوليدات؟ اييه كنصايبو في العشاء. كنت كنديرو في الولدات في العشاء ومن بعد دابا تنديرو عشاء وغدا. المهم كيجي يعني خفيف. بغيت بنادم يبدل بيه الروتين ديال الباجي. كيجي خفيف وكيشبع. واخا ناخذو المقادير. عندي الروز عادي. المهم كل واحدة على حسب العدد ديال الأفراد. أنا بالنسبة لي كندير ثلاثة ديال الكيسان ديال الروز عادي. العادي ياك الأبيض العادي. العادي ماشي الكلاصي. العادي. نعطيك مقادير وطريقة. بسم الله اللي بغيتي يا سناء وارتحيتي فيها أنا معك. كندير ثلاثة ديال الكيسان ديال الروز عادي. كنطيبوه في الماء مغلي والملح ومعلقة ديال الزيت. مغلي كان والملح والزيت. اييه يعني كنطيبو الروز هو بوحديته اطا في الماء. كنديروه يتسقطر يتسقطر. في الكوكوط كنديرو واحد العلبه ديال الشامبينيون كحل. انا كنفضل الكحل كيجيني لذيذ على البيض. واخا كحل. اييه زيت. اها كندير مع المكعبات ديال صدر الدجاج. طيفات ديال صدر الدجاج كنقطعهم مكعبات متوسطين. اييه كنشحرهم في الزيت والملح مزيان. كتخدمي بالزيت البلديه ولا زيت الروميه؟ انا في الشحار كندير زيت الروميه. من بعد في الاخر عاد كندير زيت البلديه. حيت كاينين شي اوكال ولا شي اطباق كتمشى معاهم الزبده وكاين شي حويجات اللي هي بلديه ولا روميه بلديه ممكن زويته من ديال العود من الفوق. وكاين شي حاجه من البدايه خاص الزيت الروميه تكون حاضر. نعم نعم كنديرهم كنشحر فيها مزيان حتى تيتشحروا مزيان. كنزيدو عليهم ثلاثة ديال المطيشات صغار محكوكين أو جوج كبار على حسب الحجم. مع واحد المعلقة صغيرة ديال مطيشة الحك. نتسناو على هاد المطيشات تتشحر حتى هي. وكنمرقو بثلاثة الكيسان ديال الماء. نسدو عليها واحد عشر دقايق بحال هكاك. اها صافي حتى كنسدو عليها. من بعد ملي كنفتحو كنزيدو شويه ديال الابزار. من الافضل بيض. لا كان بيض نديرو البيض كيجي في النسمة زوينة. اذا ما كانش ممكن نديرو ابزار عادي. كندير دابا زيت العود ومعلقة ديال القزبة والمعدنوس مدقوقة مزيان. يعني ماشي في المهراز مدقة بالماس ورقيقة كتجي بحال مقيطة. قزبة ومعدنوس واخا قزبة ومعدنوس. قطع مزيان صافي. كنغليوه ما كندير لا هذا لا خرق ولا سكنجبير ولا تحميرة لا والو. بحال اللي كدير غير هاد المليحة والابزار كتخلي داك الوكو ديال الروز وديال الدجاج كيبانو فانك الحسن. ملي كيغلاو صافي كنزيدو عليهم الروز. كنخليه يتجانس مع بعضياتو بطبيعة الحال. أنا بالنسبة لي هاد ثلاثة ديال الكيسان ديال الماء تيكفيوني. وكل وحدة والكوكوطة ديالها وكل وحدة وهادي يعني عينها ميزانها. هو خصو يجي يعني طايب. كيجي طايب ومتجانس. متجانس يعني مرغي مع بعضياتو. منين كيوجد كنديرو في الزليفات. ديك لي صالاد ديال ديك الزليفات شويه خاصو يكون ناشف ولا يكون معاه شويه مرقه. لا لا شويه يعني كتزيد ماشي خفيف وماشي يابس. واخا يعني ماشي كاع يعني حريره يعني خاصو يكون شويه. شويه. اييه ملي كوجد كديريه قلتي في الزليفات.
اي هذيك مسوحين شويه وكندير لهم واحد شويه الفرماج محكوك مصدر الا او على حسب اللي موجود في الدار. سهل سهل وكيجي لذيذ وكيجي زويون داك المذاق ديال الشامبينيون مع الروز كيجي بداك كيتطرطق في الفم نعم وكيجي بنين هذوك الماتشات اللي حكيتيهم حتى هما غادي يعطيو المذاق روعه حتى هما غادي يعطيو أيه وبلا ما يديو العطريه الاخرى حيت انا جربته بحال هكا وجربته بالخرقوم وداك الشيء ما كي هكا كيجي افضل واخا هكا كيخلي واحد لوغو كيبان تيجي فيه زويون صراحه تجربه واخا نعاود معك الطريقه والمقادير لاله سناء من محمد يمشكور على هذا الرز ساهل ماهل واقتصادي علاش لا لانه شويه ديال صدر الدجاج مع الشامبينيون راه اي واحد يقدر عليهم لاله سناء الرز غناخذوا ثلاثه الكيسان رز عادي ياك غنطيبوا في الماء نغليه هو الاول ونملحوا شويه ديال الزيت نخليوه حتى يتسقطر ونمشيو الكوكوت ديالنا رميو فيها هذيك العلبه ديال الشامبينيون كحل ياك لالا مع دوك المكعبات ديال صدر الدجاج نشحروهم مزيان في زويته ومليحه ونزيدوا عليهم ثلاثه مطيشات محكوكين يا كبار يا صغار مع معلقه صغيره ديال مطيشات الحك ونعاودوا نشحروا مزيان هذيك المطيشه ديال الحك مزيان ونمرقوا بثلاثه الكيسان ديال الماء ونسدوا على هذا الخليط هذا 10 ديال الدقائق من بعد غنفتحوا نزيدوا شويه ديال الابزار الابيض وكتاكدي عليه كيعطي المذاق رائع اذا ما كانش العادي يا كلاله وشويه ديال شويه ديال زيت العود مع معلقه كبيره ديال القزبر ومع النص نطقطق مزيان ونخليوه يزيد يغلى هذاك الرويزه مع الدجاج مع الشامبينيون حتى كيتجانسوا هاد العناصر هادو كاملين قلتي كديرهم في زليفات وكتضيف عليهم شويه ديال الفرماج محكوك لاله سناء من محمد زيدي شي حاجه اخرى ولا نقولوا بسلامه عندي عندك الوقت عندي الدنجال 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 مشرمل شدي واحد 4 أو 5 ديال الدنجالات على حسب العدد ديال الافراد كنشدوهم كنفلحوهم من الجهه الغليظه يعني كنخليو الراس ديالهم مجموع الراس ديالها غيبقى مجموع كنفلحوهم على 4 نحطوهم في الكسكاس كنديو معاهم رويسات ديال الثومه كنخشيو نص منهم رويسات على قدهم يعني اه صحيح كديري وسط الدنجاله بحال هكايا كل دنجاله مثلا كديري فيها واحد الفص او هذا صافي كتسدي عليه يطيب 1/4 ساعه ثلث ساعه ما كيكون الدنجال موجود كنكونو دايرين واحد زليفه فيها قزبر ومعدنوس وفيها شرموله بحال ديال الحوت الملحه وتحميره كمون وشويه ديال السودانيه كمون وسودانيه اييه السودانيه واحد المعلقه ديال الجبن كبيرة اي معلقة كبيرة ديال الجبن هادي كنعمرو بهم حتى كيبعدو ديك الدنجيلات كنعمرو بهم الوسط صافي كنديرهم في الفران كنديرهم في واحد الإناء اللي ممكن يدخل الفران أي حاجة صينية ولا طبسيل ولا مول على حسب داكشي اللي متوفر وكن غير بحال هكا غير حتى كتحيدي الخبز الوقيتة اللي كتكوني كطيبي في الخبز كديري بحال هكا بحال كيتقرمش واحد شويه من الفوق وهو يموت ما تعطيش بزاف ديال العافيه ياك على لسانك اييه وهذوك وهذوك الرويسات ديال الثومه اللي كانوا في الدنجال كنعسهم كتهزيهم من وسط الدنجال وكتمعسيهم مع هاد الشرموله ياك اييه كنجبدهم واحد المعلقه غير شويه كيجبدوا ساهلين مع تيكون يعني صحيح ملي كتحطيوها صحيح كيتفور منين كيتفور الدنجال كيتفور حتى هو وسط منه نعم وكنديروه مع مع ديك الشرموله كنعسو مع الشرموله مع النوس الملح التحميره الكمون السودانيه ومعلقه كبيره ديال الجبن نعسو هاد التويمات ونعمرو بهم الدنجال ديالنا وندخلوهم الفران شي فريم جمل الفوق محكوك لا 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 سناء الا بغيتي لا كان موجود ما بغيت نقولها الا ما بغيتيش ماشي مشكل على حسب المتوفر حيت لا كان كيعطي واحد المذاق زوين ما كانش ماشي مشكل يعني حتى بحال هكا كيجيو لذيذ شاكر راسو كما كان مدوز راسو هاد الدجال هذا مشرمل انا تعجبني صراحه كنديروش ليضه بزاف كنحطو مع الطاجين مع كريمة اي حاجه بغيت نقول شكرا لصالح الجماعي على لقطة ديال السيوفا جربتها زوينة صراحة صراحة كرمي على الشيف بوكوزين اللي كتجينا دائما كل اثنين ما شاء الله عليها وصفاتها ناجحة 100
في واحد الكوكيز براوني جربته جرائع على لسانه ما نعاود لكش عليه. شكرا لك دابا نشهي.